تفضل حق عرف نفسك يا حق. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد ابراهيم عبد اللطيف، والد الشهيد محمد سيد عبد اللطيف. اتفضل. اللي حصل النهارده بالظبط زي اللي كان بيحصل معانا في مسبيرو عند التلفزيون من يوم الاثنين، من يوم الاثنين 23/6. ناس بقت تيجي تقعد جنبينا هناك وييجوا يعملوا يعني بيتخانقوا مع بعضيهم ويطلعوا مطاوي ويعوروا بعض هناك الكلام دوت، واحنا معتصمين في مسبيرو. في مسبيرو. وبعد كده ختموها معانا بحكايه مسرح البالون. جم انتوا قاعدين هنا، جم شويه كده يعني قعدوا يهتفوا معانا شويه، وبعد كده انتوا قاعدين هنا والناس بتتكرم هناك في البالون. لا، احنا لازم نروح نجيب الناس اللي هي في البالون ديت عشان تيجي تعتصم معانا هنا. المهم راحوا مسخنين بعض الشباب اللي معانا وخدوهم معانا على معاهم على البالون هناك، وراحوا بداوا بقى يكسروا في البالون. لما الناس بتاعت اسر الشهداء بتاعتنا شافت منظر التكسير وشافتهم وشافت اللي بيعملوه، راحوا سايبينهم وراجعين تاني على مسبيرو. جم على مسبيرو قالوا احنا خلصنا لكم الدور، وراحوا جايين هنا على التحرير. لقوا اسره الشهيد محمود خالد قطب اللي هو اتدفن يوم، احنا معتصمين هنا من يوم الخميس يعتبر، يعني من ساعه الاحداث من يوم الاربعاء واحنا قاعدين هنا، الاربعاء والخميس والجمعه. وامبارح بقى بداوا يكتروا حوالين مننا، من يوم السبت امبارح بداوا يكتروا حوالين مننا، وبدانا نشوف معاهم اسلحه سنج، بيعملوا لنا ارهاب زي ما كانوا بيعملوا لنا هناك ارهاب في مسبيرو. بقينا نشوف سيوف وسنج ومعاهم انابيب غاز وسلاح خرطوش واللي هو الفرد دوت وطبنجات معاهم وموتوسيكلات ومناظر فظيعه وبنات صغيره كده بتشرب سجاير معاهم وبيعوروا بعضيهم. وفي النهايه طبعا لما لقيناهم بيعملوا كده رحنا لمينا الحاجه بتاعتنا من الصينيه من الميدان وقلنا نقعد جنب المجمع هنا على جنب بعيد عنهم. الكلام ده لحد ولا السبت؟ ان الكلام ده النهارده لمينا حاجتنا من هناك من جنبيهم وقلنا هنيجي نقعد هنا، قولهم الصينيه بما فيها. سيبنا لهم كل حاجه وجينا نقعد لوحدينا هنا، لقيناهم بداوا عايزين يجوا يقعدوا معانا هنا في المكان هنا قدام المجمع. قلنا لهم لا مش هتقعدوا معانا، لا هنقعد معاكم، لا مش هتقعدوا هنقعد. راح واحد منهم راح مطلع مطوه وعور واحد معانا. بعد كده لما الناس بتاعتنا اتحاد شباب المستقلين شافوا المنظر راحوا ماسكينه ضربوه. راح بواحد تاني معاه، راح جاب الرجاله بقى بتاعتهم كلهم وجم بالسنج وبالسيوف وبالانابيب بتاعت البوتاجاز وضرب ازايز بيبس وضرب بالكوبايات بتاعتهم، وعوروا ناس كتير مننا. واحنا دلوقتي لسه حالا سامعين في واحد مات في عربيه الاسعاف. لا انا رحت يا حاج مفيش حد، انا رحت هناك ما لقيتش حد. يا رب يجيبها سليمه على كل الشباب المحترمه. وكل ده المقصود بيه ان هم بيمشوا اسر الشهداء ومش عايزين حد يتعاطف مع اسر الشهداء، ومش عايزين حد يجي يقعد معانا، ومش عايزين الناس المحترمين تيجي تطالب لنا بحقنا عشان احنا تعبنا 5 اشهر دلوقتي، والظباط اللي مموتين عيالنا متصورين فيديو وفي شهود عليهم وفي تقرير طبي شرعي، ورغم كده قاعدين في بيوتهم، ولادنا قاعدين في ولادنا مرميين في الترب واحنا مرميين في الشارع والظباط نايمه في بيوتها، وبيبعتوا لنا ناس يضربونا، مش عايزيننا نقعد في التحرير. مفيش حد جالكم من اي مسؤول يا حاج؟ ولا اي حد من الساده المسؤولين جه. وهو دلوقتي طول ما حكومه حسني مبارك هي اللي حاكمه البلد، احنا مش هنسكت واحنا مش هنسيب حق عيالنا. انا عن نفسي لو اخر يوم في عمري مش هسيب حق ابني. ولسه لحد الساعه دي احنا بنطالب بالعداله وعايزين حقنا بالقانون. صح.
شكرا يا حاج. لا موضوع الفلوس ايه، انا عن نفسي ما صرفتش ولا معاش ولا عايز فلوس ولا عايزين صندوق اللي بيقولوا عليه، احنا عايزين القصاص العادل وعايزين العدل بتاع ربنا، مش عايزين اكتر من كده. الشعب كله، الشعب المصري كله معاكم مستنيك يا حاج. ربنا يخليكم ويخلي كل شعب مصري المحترمين، كل الشباب المحترمين والناس اللي المتعلمين المثقفه، الناس اللي ما بيرضوش بالظلم، كل شعب الشعب المحترم، كل شعب مصر المحترمين هيبقوا معانا ومش هيسيبوا قضيتنا ولا هيبيعوا قضيتنا ان شاء الله. وان شاء الله ربنا ينصرنا على البلطجيه. الاذان بيكبر هو ربنا. الله اكبر، وربنا اكبر من كل حكومه الرئيس المخلوع السفاح، الرئيس السفاح. بأكد لحضرتك ان عليات البياعين اللي موجوده هنا اللي هم عملوا الكلام ده من السيده زينب، وفي ناس كتير هنا من اتحاد شباب المستقلين عارفين الكلام دوت، منهم واحد بيقول انا ابو يوسف وانا قاعد هنا، اللي قعدوا واللي على مزاجي قعدوا، اللي مش على مزاجي ما قعدوش، دول من رجاله فتح سرور. البلطجيه اللي جابوهم لنا ساعه موقعة الجمل هم اللي موجودين هنا النهارده.